بسم الله وصلت والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. الفيديو هذا باش نحكيه فيه على المنتدب النيجيريا يوسف أومارو لاعب النيجر لاعب منتخب النيجر. عديد ردود الأفعال اللي تخص يعني صفقة انتقال اللاعب إلى الترجي الرياضي التونسي. برشا ناس قاعدة تحكي وبرشا ناس قاعدة تقيم في اللاعب. التو ما شفناش اللاعب إلا في زوز ولا ثلاثة مباريات في البطولة العربية، والناس ولات تقيم والناس ولات تعطي في رأيها على اللاعب صفقة فاشلة مش باش يقدم حتى شيء للترجي. وعلاش ولينا هكا في الترجي الرياضي التونسي؟ علاش الجمهور ولا يقيم لاعب قبل ما يبدأ يلعب؟ علاش التحامل هذا على يوسف أومارو بالذات؟ عديد الأسئلة اللي باش نحاولوا نجاوبوا عليها في الفيديو هذا. خليكم معنا للآخر وما تنساوش كالعادة دعم القناة. يوسف أومارو يعتبر من أحسن اللاعبين الأجانب في السنتين أو ثلاث سنوات الأخيرة. تألق مع الاتحاد المونستيري، كان لاعب هداف، لاعب يعني في وسط الميدان، لاعب فنيا محترم، لاعب يقدم الإضافة كما قلت لكم، الإضافة الدفاعية والإضافة الهجومية. الترجي الرياضي التونسي انتدب هذا اللاعب، وبعد مفاوضات يعني مطولة نوعا ما تمكنت إدارة الترجي من الفوز بخدمات اللاعب. ملي انتدبنا اللاعب وملي شاهدناه في البطولة العربية تقريبا من المباراة الثانية، تعالت الأصوات وبرشا من جمهور الترجي الرياضي التونسي يسبوا في اللاعب، برشا من جمهور الترجي الرياضي التونسي ينتقدوا في يوسف أومارو. لعب زوز وثلاثة ماتشات رسمية، يعني ما تنجمش تحكم على اللاعب، ما تنجمش تحكم على أي انتداب إلا ما تشوفه على الأقل في 6 7 8 مباريات يظهر اللاعب هل أنه عنده بلاصته في الترجي الرياضي التونسي، هل أنه ينجم يقدم الإضافة ولا لا. المشكلة أنه جمهور الترجي ولا يحكم على لاعب قبل ما يبدأ يكور، هذه المشكلة. وهذه الحاجة اللي ما فهمتهاش ونحب نفهمها، علاش التحامل الكبير على اللاعب هذا؟ وين نهبطوا حاجة ولا وين نهبطوا خبر؟ ولا حتى هبطت يعني فيديو في تيك توك في الهدف في المباراة التطبيقية، برشا ناس تسب في اللاعب وبرشا ناس يعني تعلق وتعمل في تعليق. بصراحة مانيش عارف علاش، شنية الأسباب تاع التحامل على اللاعب هذا بالذات؟ هل أنه اللاعب سيء لدرجة أنه الناس الكل ولا تسب فيه قبل ما يبدأ؟ يعني قاعدين نعمل في أغلاط باش نعاود ونعملوا أغلاط كنا عملناها في السابق وكنا حطمنا ودمرنا بها برشا لاعبين في الترجي الرياضي التونسي. الميساج هذا للجمهور الترجي الرياضي التونسي نرزنوا شوية، خلي الناس تلعب، خلي الناس تخدم على روحهم. بعد فما عدنا متسعة من الوقت اللي نجموا نقيموا فيه يعني اللاعب ولا الانتدابات وإلا المدرب وإلا الإدارة ولا اللي تحب عليه انت. مش من تو قبل ما تبدا سيزون واحنا داخلين هاي مشكله مع بن حميده، هاي مشكله مع بن حموده، بن حموده هذيك بين قوسين يعني هو كان سبب وعنده دور كبير في اللي صار، ولكن بن حميده كذلك يمكن رد الفعل على الجمهور في البطوله العربيه. ولكن برشا حوايج بصراحه خلينا نكون واضحين وخلينا نحاسبوا انفسنا كجمهور الترجي الرياضي التونسي. اللوموا في اللاعبين صحيح، وكما قلت في فيديوهات سابقه تنجم تنقد اي لاعب وتنجم يعني تحتج على مردود تاع لاعبين، مش بدرجة انك توصل تسبه ولا درجة انه ندخله في مناوشات معاه، ولكن من حق اي انسان يعبر على رايه ويعطي رايه في الانتدابات وفي كل شيء يخص الترجي الرياضي التونسي، ما دام محب للترجي الرياضي التونسي عنده حقوق كما عنده واجبات. ولكن الظاهرة الغريبة اللي كما قلت لكم وهذا اللي حبيت نحكي عليه في الفيديو هذا، علاش التحامل الكبير على بعض اللاعبين؟ تحسها حاجة موجهة، تحسها خاصة انا والله العظيم لو كنت باش نحكي عليه الموضوع هذا، ولكن شفت كمية نتاع تعليقات على يوسف أومارو غريبة وعجيبة بصراحة. هل أنه اللاعب سيء للدرجة هذه؟ وأنا الواحد ولا يشك ولا يشوف علاش اللاعب هذا بالذات، يعني برشا ناس تسبه ولاعب تاعب ولاعب فاشل ومش في قيمة الترجي. شنو هما اللاعبين اللي تحبوهم يكونوا متواجدين في الترجي الرياضي التونسي؟ هذيك الإمكانيات نتاعنا. أحسن اللاعبين في الموسم الفارط في البطولة التونسية انتدبتهم الترجي الرياضي التونسي، حسام تقاع، أسامة بوقرة، يوسف أومارو، كذلك الأجانب كما غشا ورودريغيز ويان ساسي. وخلينا نكون واضحين حسب اللي نشوفه فيه حاليا والتوم ما نجموش نحكموا على الانتدابات. كما قلت لكم الانسجام مع المجموعه ما ينجمش يكون بسرعه
بسرعه، يعني خاصه من عندهم كلاعبين برازيليين وعندهم ثقافه خاصه وعندهم عقليه خاصه، تحب لهم شوي وقت باش ينسجموا باش يدخلوا في الاجواء الخاصه نتاع الكره نتاعنا ومتاع الفريق، يعني نصبر عليهم شويه، نعطيهم كما قلت لكم فرصه نتاع لعب. يمكن اومارو وحسام تقا وبوقرع متعودين على الاجواء في الكره التونسيه، متعودين على البطوله التونسيه، يعرفوا الترجي الرياضي التونسي، ولكن كما قلت ونعاود خلي الناس تخدم على رواحها، خليهم يلعبوا بعد نجموا نحكموا عليهم، ويزينا من الحكايات الفارغه اللي ديما قاعدين نحكموا بها في برشا لاعبين، وياما يعني لاعبين في الترجي الرياضي التونسي فشلوا بسبب الانتقادات اللي ما عندها حتى قيمه وما عندها حتى معنى. لازم يكون فنيا فيه وعليه، ولكن ما تنجمش تحكم عليه من تو قبل ما تشوفه قبل ما تشاهده. يمكن الحكم بتاع البطوله العربيه هو اللي خلى برشا ناس تقول انه يوسف اومارو ماهوش في قيمه الترجي ولاعب يعني انتداب فاشل وكاللغه. بصراحه شيء غريب، بصراحه نقطه اللي كما قلت لكم ما كنتش نحب نحكي عن الامور هذه، ولكن للاسف تلقى روحك مجبر انك يعني تحكي في مواضيع، لكن لازمنا نتكلم ولازم نقوله، وكيما نحاسبوا الاداره ونحاسبوا يعني الاطار الفني ونحاسبوا اللاعبين، الجمهور زاد لازم يحاسب روحه، ولازمنا نقولوا رانا غلطين في الامور هذه ونتحاملوا برشا على اللاعبين، وقاعدين يعني نعملوا في ضغط كبير على برشا لاعبين هما لتو ما بداوش في الترجي الرياضي التونسي. ان شاء الله الفكره تكون وصلت، وان شاء الله الميساج يكون وصل للجمهور الترجي وللمتابعين الاعزاء اللي نحترمهم ونقدرهم، ولكن لازمنا نكونوا عقلانيين، لازمنا نخموا بعقلنا وببرزانا، خلي الناس تخدم ونكونوا يد واحده مع الترجي الرياضي التونسي. هاكم تشوفوا انتم الناس كلها قاعده يعني تحب تضرب الترجي الرياضي التونسي وتحب تضرب الاستقرار وتزعزع الاستقرار نتاع الترجي، ما نزيدوش نكملوا عليها احنا. حاجة اللي نوصي بها الجمهور الترجي هي الاشتراكات، الناس كل تمشي تقص الاشتراكات باش نوصل ان شاء الله للهدف 30,000 مشترك. صحيح فما برشا ناس ظروفها ما تسمحش، ولكن الناس اللي تقدر لازمها تعمل صدمة باهية كما قلنا في موقع تسكرتي ولا في البارك اللي الاشتراكات ان شاء الله مش تكون متوفرة ابتداء من يوم الغد. تساؤلات اخرى على محمد وائل الدربالي ورودريغيز. بالنسبة لمحمد وائل الدربالي ورودريغيز، العقد التو ما تفعلش بصفة رسمية، يعني بعض الأمور القانونية هي اللي أجلت الإعلان الرسمي على انتداب محمد وائل الدربالي، وكذلك رودريغيز. الحديث أيضا عن الأجانب في الترجي الرياضي التونسي، شرارة بوغرين، شكون مش يغادر شكون مش يقعد إلى حد هذه اللحظة، ورغم وجود عدة عروض من فرق عربية لشرارة وكذلك لبوغرين، إدارة الفريق والإطار الفني التو ما قررش هل أنه باش يتخلى على واحد من اللاعبين، هل أنه باش يتخلى عليهم الزوز والا باش يبقاو الزوز. ما زالت كما قلت لكم في الفيديو السابق، الاطار الفني في الاسبوع القادم ان شاء الله باش يحط النقاط على الحروف وباش يختار القائمه اللي مش تواصل مع المشوار في الموسم القادم ان شاء الله. بالنسبه للانتدابات اللي قاعدين يتحدثوا عليها، زاد وصلتني تعليقات ومساجات علاش ما حكيتش على اللاعبين الارجنتيني، وواحد يقول لي كولومبي. نحب ناكد لكم انه ما فما حتى مفاوضات مع اي لاعب اجنبي الى حد هذه اللحظه، ما فما حتى مفاوضات مع لاعب ارجنتيني لا كولومبي لا حتى لاعب اجنبي. الميركاتو في الترجي الرياضي التونسي حاليا متوقف، ما فماش حتى تطورات جديده. التحذيرات ان شاء الله مش ترجع غدوه في مركب النادي، استعدادا للمباراه الاولى والجوله الافتتاحيه من البطوله التونسيه للموسم الرياضي 2023-2024 ضد المستقبل المرسى. المباراه هذه باش تكون منقوله رسميا على قناه الكاس القطريه، باش تتلعب ان شاء الله يوم 19 اوت على الساعه 4:30 في ملعب رادس. هذه اذا متابعينا الكرام، متابعي كام سبور، الحاجه اللي حبيت نحكي عليها كما قلت لكم نصبر شويه على الانتدابات. الفيديو هذا حبيت نحكي بالذات على يوسف اومارو، لانه كما قلت لكم بصراحه فما حاجات غير بريئه قاعده تصير للاعب، خاصه في مواقع التواصل الاجتماعي، كمية متاع متركاج للاعب هذا، كمية متاع سب وحكايات زايدة ما نحبوهاش تصير من جمهور الترجي الرياضي التونسي. نصبروا عليهم ونعطيهم وقتهم، ومن بعد عندنا الوقت الكامل اللي نجم نقيموا فيه، ونجم يجيك ميركاتو شتوي، تنجم تصلح بعض الأخطاء إذا فما بطبيعة الحال، نجم تدعم الفريق كما تنجم تفرط في بعض اللاعبين، ولكن تو مرحلة متاع إعداد، مرحلة متاع تحضير، مرحلة باش لازمنا نستعدوا بها للموسم الجديد، لأنه كما تعرفوا عندنا البطولة الوطنية ومن بعدها السوبر ليج ومن بعدها رابطة الأبطال
الأبطال الإفريقية. الفرق المنافسة لنا خاصة في السوبر ليج قاعدة تدعم في الفرق متاحة وقاعدة تقوم بمركاتو كبير زادة، كيما سيمبا التنزاني، مازيمبي، الأهلي المصري اللي تعلن يعني على الصفقات متاحة. الناس كلها قاعدة تحضر، الناس كلها قاعدة تستعد. خلينا ندزوا مع الجمعية، خلينا يد واحدة مع الفريق. كيما قلت لكم الاشتراكات الناس كل لازمها تقتني الاشتراكات متاحة. الهدف هو 30,000 اشتراك، حاجة ماهيش صعيبة على جمهور الترجي الرياضي التونسي. كذلك نحب نختم الفيديو هذا بمساج للإدارة، إدارة الترجي الرياضي التونسي لازمها توفر كما قلنا في فيديوهات سابقة الاشتراكات في بوتيكات تينيزي تيليكوم. كذلك عندك ما يقارب 27 فرع كاني مانيش غلط من الترجي ستور في تونس، علاش ما توفروش فيها الاشتراكات وعامل عقد استشاري مع يعني شركة متاع ليفريزون، نجم يعني توصلوا الاشتراكات مجانا عن طريق هذا المستشار. برشا أفكار وبرشا يعني حلول تنجموا تدعموا بها الفريق وتدعموا بها جمهور الترجي الرياضي التونسي وتسهلوا له خاصة الخدمات. علاش واحد يبقى مثلا بعيد على العاصمة يحب يقتني الاشتراك متاعه ما ينجمش يتنقل، يلقى صعوبة خاصة انه فما بعض الاشكاليات في الموقع متاع تذكرتي، وفما يعني معلوم مالي يزمك تخلصه زاد في بالي 5% على الاشتراك. يعني هذه الفلوس كنا نتمنوا انها تمشي لخزينة الترجي الرياضي التونسي مباشرة. عدنا موقع رسمي كما قلت، فما برشا حلول تنجم يعني تسوق بها للاشتراكات وتنجم يعني تلمد اكثر عدد ممكن من المشتركين. كذلك المكشخين اللي خارج حدود الوطن لازم تلقاو لهم حل باش توصلهم الاشتراكات نتاعهم، لانهم كذلك مكشخين حتى هم عندهم حقوق لازمهم يتمتعوا بها، ومن اكثر الناس اللي قاعده تدعم في الفريق في اقتناء البرودويات الخاصه بالفريق من الترجي ستور. برشا حوايج يعني ترجي بلوس كذلك فيها مشكلة لازمها برشا خدمة. الصفحة الرسمية شفنا الإعلان يعني على الاشتراكات، بصراحة شيء يضحك في قيمة الترجي الرياضي التونسي. إعلاميا بصراحة عنده مشكلة كبيرة، لازم الإدارة تخدم على الشيء هذا. كما حاولت تحسن فريق كرة القدم وقاعدة لها بكل فروع، لازم الجانب الإعلامي تعطيه الاهتمام اللازم باش تنجم تقدم، لأنه صورة النادي راهي عندها دور كبير في نجاح الفريق. وهاكم تشوفوا الفرق العالمية وخاصة الفرق العربية واللي ديما نحكي عليه الأهلي المصري كمثال، شوفوا يعني للصفحة الرسمية وشوفوا الخدمة الإعلامية اللي في الفريق هذا، تعطي في صورة يعني متاع فريق عالمي وقاعدة تسوق للفريق متاعها بطريقة احترافية. إن شاء الله المساج الأول يكون وصل لجمهور الترجي، وإن شاء الله المساج الثاني كذلك يكون وصل لإدارة الفريق، لأن كلها تصب في مصلحة الترجي الرياضي التونسي ولا شيء غير مصلحة الترجي الرياضي التونسي، دون يعني حسابات ضيقة ودون مصالح شخصية. دمتم أوفياء لقناتكم بكام سبور، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.